سيد احمد جيرات، اليوم النادي الصفاقسي كثر الكلام حول اللاعبين المنتدبين في السي اس اس، لو كان ناخذوا اخر انتدابات الرسميه للنادي الصفاقسي. حاليا فما زوز انتدابات فقط، هو النصراتي والمزليني اللي شفتوهم الساعه. زوز لاعبين هذا قاعد تتبع نتاعهم طيله الموسم، قعدنا بعثنا مراقبين مع نتبعوهم، فما احصائيات جاتنا عليهم، وقع الانتداب نتاعهم بعد اتفاق الناس الكل، مدرب، لجنه فنيه، مدير رياضي ورئيس النادي، وربي يوفقهم. هذا حاليا اللي عندنا موجود. يعني المراقبين، يعني تحكي على اللجنه الفنيه لكره القدم؟ مراقبين، فما مراقبين وفما اللجنه الفنيه، كل واحد وخدمته. باهي سيدي احمد، الان وين المراكز اللي النادي الصفاقسي يبحث عليها، وشنو اتصالاتكم، وهل هنالك لاعبين يعني باش يجيو للنادي الصفاقسي؟ كثر الكلام او اللاعب درفلو او هاشم عباس او عديد الاسماء مطروحه سورتو في الجرايد، عديد الاسماء مطروحه في البلاتوات. اليوم النادي الصفاقسي شنو التوجه نتاعو بالضبط؟ نحب نقول اللي الاسامي المطروحه في الاعلام ما عندها حتى اساس من الصحه، خاطر احنا كي نتفاوضوا مع فرق ولا مع لاعبين ما نخرجوش اخبار معناتها على اللي قاعدين نتفاوضوا مع اللاعبين، هذا يضر كان بمصالح النادي. والاتفاقيات اللي تصير مع سواء النوادي سواء مع اللاعبين، بالنسبه للاعبين اللي النادي الصفاقسي وانتدابهم بالتنسيق، ديما نقول ما التنسيق مع المدرب، هما لاعبين معناتها في الاماكن الاماميه معناتها في الهجوم، لي ميليو اوفونسيف سواء على الكولوار اليمين سواء على الكولوار اليسار، وخاصه معناتها قلب هجوم. فما مفاوضات متقدمه مع فرق، وفما مفاوضات اخرى معناتها مع لاعبين سواء من الخارج ولا من تونس، مازال الى حد الان ما فما حتى شيء رسمي. يلزمناش نغلطوا في الانتدابات، يلزمنا نركزوا، ويلزم الناس كل تبدا موافقه على كل انتداب بيصير في النادي الصفاقسي. راهو مش الفايده اننا ننتدبوا لاعبين، لازمنا زاد نخموا في الشبان النادي اللي لازمنا نطلعوهم بروغريسيفمون، ما نسكروش عليهم البيبان. وبحول الله بالناس الكل كي تبدا معناتها متفقه على المبدا، ان شاء الله ما فما كان الخير للنادي الصفاقسي. باهي سيدي احمد، تو بصراحه فما عديد اللاعبين يعني شفناهم اليوم في معاكم يترناو في النادي هذا الصفاقسي، رجوع اللاعب ميلود بازين وسامه الحسيني غيرهم، كيفاش باش يتم التعامل مع الوضعيات هذيا؟ يعني سورتو الكم الكبير اللي قاعدين نشوفوا فيه من الملاعبيه اللي بصدد يعني القيام ب فما دي تيست قاعدين يصيروا كذلك. فما اختبارات صارت الاسبوع اللي فات دون حضور المدرب. في الاختبارات تقريبا 22 لاعب، وقع الاختيار على 3 و4 لاعبين اللي باش نزيدو نعطيهم فرصه باش يوقع الاختبار نتاعهم مع المدرب. هذوما معناتها اكثريتهم معناتها لي زونسيان جوار نتاع النادي هذا الصفاقسي، نعطيهم فرصه. وبالطبيعه معناتها اذا كان معناتها المدرب معناتها عجبهم معناتها دخلوا في الجروب ونجموا نتدبوهم، فما حتى مشكل. الان لاعبين نادي الصفاقسي كثر الكلام حول اللاعب طه ياسين الغنيسي، محمود بن صالح، تجديد العقود كذلك، او يعني نجم نقولوا برولونغاسيون بالنسبه لمحمد علي منصر وعلي معلول وماهر حناشي، شنو الصحيح في هذا كله؟ بالنسبه لياسين الخنيسي ومحمود بن صالح، ما منذ مده معناتها الهيئه المديره طلبت باش تجدد العقود نتاعهم، اللاعبين هذوما ما معناتها ما جدوش العقود نتاعهم، دونك بالنسبه لي انا سون بارتون معناتها بعد اخر ماتش الزمالك. بالنسبه لعلي معلول ومحمد علي منصر، هما لاعبين كيف كيف طرحنا عليهم عدد تجديد العقود، ما لقيناش رفض بكل صراحه، بقينا اللاعبين هذوما معناتها عندهم عروض من الخارج قاعدين ندرسوا فيها، ولتو ما وقع معناتها اخذ القرار سواء من اللاعبين سواء من الهيئه المديره، اللي فيه الخير بيقربوا. فما مفاجأة من العيار الثقيل في النادي هذا الصفاقسي؟ والله فما، هو ما نحبوش نقولوا كيف ما قلت لكم معناتها احنا نخدموا معناتها في صمت، ونحاولوا نلوجوا معناتها على لاعبين اللي يكونوا معناتها قيمه ثابته، اللي ماهوش سهل في البطوله التونسيه مع كامل احتراماتي للناس الكل. فما عديد اللاعبين اللي نجموا نادي الصفاقسي يظفر بهم، ان شاء الله في القريب العاجل تصير، ما اذا صحت حاجه رسميه نقول لكم انتم اول الناس تعلموا بها.